اكتر واحد خدت انا مورات في هذا الفلوك. This guy. مرحبا بكم في فيديو جديد عاوتاني. اليوم واحد الفيديو اللي غيكون سبيشال اجين فلوغ، ما عرفتش من رقم فلوغات عندي واش 7 8، اي دونت نو. المهم غادي عاوتاني بارطاجي معكم هذه الاجواء كيفاش غادي تكون في بوسكورا فورست. ليتس جو تو ذا فيديو. هنا فين كاين الدخل ياك؟ المكتوبه غابه. Voy a la playa, voy a subir a la marea. Eso. انتو ما عارفين اخوت القضيه في الويكند كيفاش كتكون. ملاحظه في هذا الفيديو غادي يكون الميكرو ما رديتش ليه البال ولصق حدا المونطو ديالي، كيتسمع واحد شويه تاع التخرشيش، ولكن ما تخافوش الفيديو طلع زوين وقدرت انني مونتاج نحيد شحال من حاجه ونفلتريها، وبالنسبه للمونطو راه غادي نحيدو بطبيعه الحال باش ما غاديش بقى يتسمع كاع داك الصوت. Enjoy the video. ضروري ملي كيكون زحام بغيت غادي نبارطاجي معكم هادشي اوف كورس. كيمشيو الناس يجريو فيها، كاين اللي كيلعب الرياضة، كاين اللي كيدير سبور، داك الشيء كيمشيو بكري في العشية. دابا اللي بغيت تبرد على قلبك وتمشي كيتفوز. من الصباح صحاب لونطريمون جري كيجري كيفطر. الناس اللي قرب من هنا راه كيمشيو ودير سبور دغيا دغيا كتقول القضية وكيمشي. علاه كان جوي ديال الدراري الصغار جوا ثالث سموه سموهاش. أستاذ الوالد مورانا هذا عندي داك الشيء دابا بحال الطوموبيل، مرايا اللور مرايا الزناب كما يقال له. فيما مشيتي كتشوف بنادم موراك في السيت. ايه اختراعات مصيبه كعلا تا تبغيش الواحد اللي يبقى درويس، تبغيو الطاغيه كل واحد طوغات فرعون، عاد تبغي الواحد تيكون فرعون كعد. باقي نقلبوا على البلاصه، لقاو شي لوكا مزيان وغنريحوا ثاني نديروا لكم شي سينيماتيك. احداث في ساند لوف ديك السي الوالد شي كلمه. وحنا غادي نشوفوا ربيع خضر كلشي خضر الحمد لله، والله يجيب الله شي استواء نعاودوا مره ان شاء الله. عندك انا نعرفنا نمشيو في الليل نجربو ثاني كيفاش البلان ديال بلي راه كيكون غير الجنون. استحضروا اليوم شي واحد نشوفو شي صغير يطلب منا ذبحوا في الروز الدجاجه ولا ايه. باس الناس اصاحبي اللي كتلقاهم منين تفغيهم تيجيو تيديروا ديك الطقوس ديالهم هنايا. اه لا لا تو واحد فيديو جديد داك الشيء هو هذاك. ماي ليتل بوني كبر نسينا مشات صعب مبقاتش غادي تجي.
باقي مبعاد ياك اش السمسيك تلعب دور شوف كتخسر لك المنظر كامل ما نعرفش انا شي 6 سنين لعب ولا 7 سنين ما جيت للكره ما كانش بحال هكا ما كانش بحال هكا طفيت الحال دابا مع الوقت والجينيراسيون تبدلات شوف ما بقاتش كان عاد دابا دابا شويه راه كاين شويه الضم بكري في مثلا 2015 2014 ويوتيوب ديك الدومين يوتيوب وهاد التخربيقات ما كانش مشهور يعني لقيت اللي غادي تمشي انت تصور بحال هكا غتجي الناس غريب دابا عاد تطور شويه التكنولوجيا غادي ديفلوبات راه ضروري غادي شي يولفوا دابا يولفوا هادشي يولفوا الكامل ولا هادشي ديال الفلوق ولفت هاد الناس اللي باقيين شي شويه فاهم غير يعني اللي ساكنين في المدن فهمتي النواحي الاخرين هما اللي غتجيهم في شكل كلشي واحد هكذا كاينين الناس ديال البوسكوره الناس ديال الباديه هما كيجيو هنا للغابه اي هذه باش تخرج ليا الباديه ملي كيشوفوا شي واحد عاز عاز بحال هكا كاميرا تريبي وكي كيفلوغي داك الشيء كيقول هذا راه مسطين اش كيدير هذا باش هاز راسو كيفيلمي في راسو كيسيلفي في راسو هذا كله علاش دا ثاني فهمتي وهادشي باش الانسان كيشميز الختيله بعدتو قلت لها ملي تعطلنا راه بعد نيسان شويه باش هاي حتى هذاك العاود شي شويه من الفوق لي هذاك العاود وشي شويه من الفوق لي وديروا الرياضه تمشاو شويه مريم ظلم ما مشيتي تلقى الصداع الغنى حيحه روباله مغاربه علاه انا نصور لهم واو حجر تاو تيعكل علاه لا زايد عندهم داك الشيء واه كلشي خيمه باسكو غادي في ميراج ماشي وسط غابه كلشي كيف اللي تيغني اللي تيلعب اللي منوضه زعلوله زعلت كلشي كلاكسون جمهور كلشي كاين شي بعد المرات كتعمق في شي مصطلحات كتلقاهم كيعنيو شي معنى اخر انا جاني في بالي غير ديك الكلمات بلونغلي دابا كاينه فورست اللي كتعني هي الغابه وكاينه جانغو جانغو حتى هادي لونغلي فورست وجانغو بجوجهم هادو مرادفات تاع هاد المصطلحات وراه زعلوله شايه فرنسا بلونغلي شايه راه كاينه في غانا زعلوله بالدارجه كاين بلونغلي هذه ما تلقاش عندهم تما كاينه الزعلوله واه هادشي كتعلق فيه ديال بارفيكس عندهم خبز واعر ديال دابا كاين واحد ربعه لا شد عليا انا مش خايف عندوش الحق عندوش الحق اسكت 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 انا بقول لك اسكت تاخذ الايد من عندك الزيف ويجي يصور لا ما عندوش الحق ما خصوش يصور لا انا عارف داك الشيء عارف جاهزون يا اطفال حجره وحده راه بداك الشيء مشى كل شيء مشى دبرتي عليها صقع ايوا نديرو المعالجه تبارك الله لاله فاطمه الزهراء خلطت لنا كل شيء خلطت لنا النعناع مع الشباب بلاد واحد عليك اه نعناع وشباب برا ياك هربت من مقبلات الطبق الرئيسي بصحة الخوت تنجي لكم من بعد سي هاد خرجة فكرتني في سميتو كيقولوا الامريكان ها ها كشي بنيامي
ليش كنت في ميامي؟ يا وري تبعت لي فكرتني في اول فلوق كنت درت شو وقيله في ازمون وسمناه غادي نمشيو شي بلاصه باش ناكلو حسن اصلا فيه الجوع فيه الجوع شوف وما سوقيش دير فلاش ودابا يلا درت شو طريق طويله شي هضره من ساعه ويا هادي غير بشويه على ما درتش طريق طويله اول مره غنفلوغ كذا وقعت كارثه فاش شريت هذيك الاكسنت السيمانه اللي من وراها مشيت لقيتهم الازمه يلا وصلنا للدخله ويدخل فيها واحد مدافع واحد خونا قدامنا سن الفران يدخل فينا واحد الطوموبيل من اللور ما عرفتش هاد الساد الجهاز ولا ما باش نخرج نشوف الا قدرت نصور لكم نسيت شفكم كاملين من فوق شوية من فوق شوية بابيكم بصحة وراحة